ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا يا تفهمني ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني؟ ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه، نهاية الأول، أنت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا، أتعشى. عشوه. بقول لك إيه؟ على فكرة، تشتغل أكتر، تاخد فلوس أكتر. إحنا ناس حقانية، ما نحبش ناكل حق حد أبداً. خدهم قد كده على قلبك، تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة، انت بتشوف ايه؟ انت مش أعمى؟ انا أعمى في كل حاجة الا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصري، انا قابل منك أي حاجة، إن شاء الله أشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت. وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش.
الاكل اللي انا اكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه. من فضلك يا انسة، عايزين الحساب من غير منادة. طب مش كنتوا تقولولي؟ هنقولك ايه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلتلك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما قبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ اما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش شي بقشيش برضو. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زين خليها جدعين، لزوم ايه اللات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعادة البيت، اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ما أجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية. خلاص، يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الترع للعمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل، ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمة؟ ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم.
لا ربنا يكرمك، على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش في التسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومة يا متسول. حكومة؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه الحملات؟ أمال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا النحس. اعرفني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد، كل يوم مالهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح، كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحيح الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمة. ايه؟ سرمة، اسمي سرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هسيبهم لمين يا عباه؟ سرمة. ايه؟ سرمة. هسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب. 6 جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها؟ برضه مش هتاكلي حاجة يا مدموزيل؟ لا مش واكل، أنا مستنية واحد. طيب. ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك إيه؟ هو مين ده؟ الأستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي أيام أيام. دي وقعت إيه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا، النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين؟ يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا.
خش تعالوا فرحين عندكم خيمة ما كده طلعوا كلكم تلك وش تتكلم يا سهموش انت اخرس انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي انت اللي تخرس يا غبي غريبة محدش من ايدك ما تقولش واد ما تيجي تاخدنا كلامين مش دلوقتي الله 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 ده انت فارد صدرك قوي قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم الواد لازم يتقدم يا معلم بس اسكت يا بغل حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب سيبه سيبه ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا تلميذ الندامي تلميذ في شغلنا سافله بنت 60 كلب حق علينا اللي علمناك الشغله وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع دي شغلة محترمة دي ده الحرامية احسن مننا على الاقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف انه حرامي لكن احنا بنسرق الناس بسم الله بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل والله بريء مني ومنكم يا حوش اللهم طولك يا روح خلاصة الكلام ايه دلوقتي خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي وانني اليوم لابد اوعى يا ولد سيبوه انا بقى ادي التلت لامي ويبقى سلم لي عليه هاتو والسلام امانه يا غبي عايز تعمل لي عاهة عايز نشحت حطوه حبس سنفرادي ينسو دينك انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا ربنا وياك Thank you.
برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزيف وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده.